عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. هذا الشوط ونحن نسير لنتابع المقدمة والصدارة في هذه اللحظات. المركز الأول عودة إلى صدارة الشوط مريفة، مريفة لحمدان بن سالم بن خريبيش العويسي يتقدم في الصدارة والمقدمة، بينما هناك روعة لأحمد بن ناصر بن راشد المشرفي يحتل المركز الثاني. أنتقل للمركز الثالث، هنا تواجد قرار محمد بن سعيد بن محمد الرميثي يقدم قرار على المركز الثالث، بينما هناك الهشامي في المركز الرابع نهب تعود ملكيتها لسليم بن علي بن حبي بالهشامي يتقدم للمركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر هذه أرياف فلاح بن محمد بن طويرش الوهيبي، بينما في المركز السادس القادمين هنا المايدية سعيد بن مبارك بن محمد الاكتبي يحتل المركز السادس. المركز السابع أتقدم إلى الذهيب سعيد بن محسن بالسلمي العامري والثامن المراكز. هذه وسام قادمه حمد بن مصبح بن عبود الاغفلي، والمركز التاسع تقدمت كره تعود ملكيتها لعلي بن محمد بن جابر بن فاران، والمركز العاشر قادم العرياني مع ارباح الله لا خسرك ان شاء الله مع وجودي ارباح سيف بن ياسر بن سيف العرياني. هكذا النتيجه للمراكز المتقدمه ايها المشاهدين الاعزاء فاضل المتابعين. عودة إلى المركز الأول، هنا لإعادة إلى المقدمة معاني محمد بن راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري يتقدم إلى المركز الأول لبوجود بن خريبيش ما شاء الله مريفه حمدان بن سالم بن خريبيش العويسي ما شاء الله بدون اي منافس على الاطلاق، هي مسيطره ومتقدمه تمام السيطره على المركز الاول. المنصوري قادم في المركز الثاني مع معاني محمد بن راشد بن سالمين المنصوري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث ارباح سيف بن ياسر بن سيف العرياني. المركز الرابع هناك وصول من شعار الرميثي قرار محمد بن سعيد بن محمد الرميثي، وهناك الله الله يا النداره قادم عبد الله بن راشد بن سعيد الغافريه لكن اعود الى بن خريبيش يا سلام يخربش على مقدمه الشوط في المركز الاول. هذه خربشه مريفه حمدان بن سالم بن خريبيش العويسي بدون اي تعليمات حتى هذه اللحظات ومسيطره كل السيطره، لكن قادمه ارباح سيف بن ياسر بن سيف العرياني ما شاء الله النوعيه الفريده، يعني احتكار مع ابو محمد سلطان بن ياسر العرياني، يعني عنده احتكار لهذه النوعيه. لكن شوف القادمه يا سلام فند سعيد بن سالم اليديلي غادم اليديلي مع فند غيرت خلت المركز الثاني الى المركز الثاني. لكن من غريبين مع مريفه مسيطر مريف في صدارة الشوط بن خريبيش، ولكن فند اليديلي يقدم فند مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. هذه امامكم سالم بن حمد بن محمد او سعيد بن سالم اليديلي ما شاء الله. مشكور يا بن سحيم مشكور يا ابو سحيم. هذه فند الى المركز الاول الى ناموس هذا الشوط. اليديلي يقدم هذا الاداء الجميل والمميز. سعيد بن سالم اليديلي تانينا على الفوز والانتصار. المركز الثاني مريفة حمدان بن سالم بن خريبيش العويسي. المركز الثالث هذا اللي وصلها الطواري رشود بن خويطر بن خنيفر المالكي احتل المركز الثالث. المركز الرابع وصلت نهب سليم بن علي بن حبي بالهشامي. والمركز الخامس هناك حضور من قرار محمد بن سعيد بن محمد الرميثي حل في المركز الخامس. ما شاء الله شوط سريع، شوط فيه تبادل مواقع ومراكز، ولكن اعود الى المركز الاول الى فند حيث كانت على صدارة هذا الشوط تقدم هذا العرض وهذه المشاركة الفعالة ما شاء الله تبارك الله.
أربع دقائق 30 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. هذه فنت صاحبة المركز الأول سعيد بن سالم بن حمد اليديلي هو صاحب الفوز. تهانينا والناموس وسلام للسلطنة، سلام على فوز فند بالمركز الأول. بينما حلت في المركز الثاني من لحظات وجودها وتحديها في هذه اللحظات وبن خريبيش مع مريفة، أربع دقائق 32 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، حل في ثاني المراكز ليقدم مريفة بهذا العرض المميز. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام هنا احتلت هذا الموقع وكانت حاضرة طواري بأربع دقائق 34 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تانينا لمالك طواري رشود بن خويطر بن خنيفر المالكي على هذا الفوز والانتصار وكذلك المشاركة على أرضية هذا الميدان. الهشامي حل في المركز الرابع بينما الرميثي في خامس المراكز. تهانينا للجميع في انطلاقات المرموم في هذا الصباح.